جعفر راضين عن التعادل اليوم؟ والله اداء الفريق ما يستحق الا التعادل صراحه، فوز ما يستحق الفوز ولا تستحق الخساره، تستحقون التعادل. يعني مثل ما تقول اداء يعني كلش السلمي كان افضل يعني، يعني راضي على الاداء. اي راضي على التعادل، لكن هذا المستوى لو انه لعب يعني وتعادلنا او خسرنا وحنا لعبنا انا راح ازعل. اما الحين ليش ازعل انا اذا اللاعبين ما يبون يلعبون والاداء مو مضبوط؟ خلاص تعادل، خذ نقطه وخلاص امشي. اي والله قلت لك سالمين.